اهلا بحضراتكم. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون في استمرار في انخفاض درجات الحراره، والطقس يكون بارد الصبح بدري ومائل للبروده بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. اما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد ولغايه القاهره الكبرى، وشديد البروده على جنوب البلاد. والنهارده في امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا على بعض المناطق من القاهره الكبرى وعلى فترات متقطعه، وفي امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه على جنوب الوجه البحري ومدن القناه. هنلاقي كمان امطار متوسطه ممكن تكون رعديه في بعض الاحيان على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، وممكن الامطار دي تتحول لامطار غزيره في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. التفاصيل هنعرفها أكثر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. إيه اللي حصل؟ الشتاء فجأة جه مرة واحدة، بقاله يومين ليه؟ بالفعل يمكن احنا من الامس بدانا نشهد تغيرات في الحاله الجويه. بدات مصادر الكتل الهوائيه تختلف تماما، واللي بتاثر علينا بدات تكون مصادر كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. كمان في امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ده بيساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره وكمان تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه. فبالفعل من الامس بدات درجات الحراره تنخفض بعد الايام الماضيه، وانخفضت بحوالي 3-4 درجات مئويه على كافة أنحاء الجمهورية. كمان اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع اليوم تكون 17 درجة مئوية. كمان في نشاط لرياح سرعته ما بين 30-40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، يعني هنحس 17 درجة مئوية. لو أنا لسه كنت هقول لحضرتك إحنا حاسين إنها يمكن أقل من كده، أو حاسين إن الجو أبرد من 17 دي يا دكتور، لأن نشاط الرياح بيخلينا نحس دايما بانخفاض درجات الحرارة أكتر من القيم اللي إحنا بنقولها. ففي نشاط رياح اليوم هيستمر معانا على أغلب مناطق الجمهورية. كمان نشاط رياح اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج يتجاوز 4.5 داخل عمق البحر المتوسط، فيعني كافه اعمال الصيد والملاحه البحريه نتجنبها اليوم على البحر المتوسط. بالاضافه كمان نشاط رياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه بشمال الصعيد، بعض المناطق من محافظه البحر الاحمر ووسط سيناء وسواحلنا الشماليه الشرقيه. بالاضافه كمان مع انخفاض درجات الحراره ونشاط رياح، في طبعا فرص لتساقط الامطار، يمكن بدات بالفعل على السواحل الشماليه. اليوم متوقع تكون امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه على سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، وتحديدا في الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد. المناطق دي هتشهد سقوط امطار ممكن تغزر احيانا ويتساقط كمان معها حبات البرد. بالاضافه كمان للامطار هتمتد امطار ما بين الخفيفه قد تكون متوسطه احيانا على محافظات جنوب الوجه البحري، مدن القناه، وسط سيناء. والامطار خلال فتره المساء ممكن تمتد لبعض المناطق من القاهره الكبرى. فرص الامطار كلها بتكون على فترات متقطعه من اليوم. الامطار في المناطق الداخليه طبعا اقل من المناطق الساحليه، فهي حاله من التقلبات الجويه فيها عناصر كثيره جدا. متوقع غدا يكون في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، فرص الامطار هتقل وتنحصر فقط في السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، وتكون امطار ما بين الخفيفه للمتوسطه. هيحصل هدوء في سرعات الرياح، لكن انخفاض درجات الحراره اتوقع يكمل معانا على الاقل المنتصف الاسبوع القادم ان شاء الله. احنا في شهر طوبه وده المتوقع وده اللي بيحصل كل سنه يا دكتوره منار، احنا متخيلين ان الموجه دي هتستمر معانا لقد ايه، ولا لا خلاص هو ده الطقس الشتوي بتاع دلوقتي؟ يعني هذه تعتبر درجات الحراره رجعت للمعدلات الطبيعيه بعد الارتفاعات اللي احنا شهدناها الاسبوع الماضي، يمكن بدايه هذا الاسبوع رجعت للمعدلات الطبيعيه، وده المعدل الطبيعي في شهر فبراير، لان كمان فبراير يعتبر ذروه فصل الشتاء، فلسه مكملين في انخفاض درجات الحراره، ومتوقع على الاقل الاسبوع يعني لمنتصف الاسبوع القادم يستمر معانا انخفاض درجات الحراره. كمان مع يوم يعني ان شاء الله السبت والحد الجايين هيكون في نشاط للرياح اخر هيخلينا نحس اكثر كمان بانخفاض درجات الحراره، فلسه مكملين في الاجواء الشتويه. شكرا ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 17 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 17-9، الإسكندرية 17-11، العالمين الجديدة 17-11، مطروح 16-11، دمياط 18-12، بورسعيد 18-12، والإسماعيلية 18-9.
السويس العظمى فيها 18 والصغرى 11، العريش 18 11، كاترين 14 4، طابة 21 11، حلايب 23 16، شلاتين 25 15، شرم الشيخ 22 13، والغردقة 22 13. الفيوم العظمى فيها 17 والصغرى 8، بني سويف 18 8، الوادي الجديد 22 9، أسيوط 18 7، سوهاج 19 8، قنا 19 9، الأقصر 20 9، أما أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 10.